لم تجذبه مغريات الحياة، وظل منغمسا في أتون الكتابة والإبداع التي تؤكد مدى التصاقه وارتباطه بالقضية الفلسطينية. فقد أخذ من الكتابة بكل أشكالها تخصصا وعملا، وظل منغمسا في أحداث وتفاعلات القضية الفلسطينية رغم بعد الجغرافيا والمسافات. مشاهدينا الكرام، مرة أخرى ومجددا من العاصمة الهنغارية بودابست أحييكم ببرنامج المهجرون ولقاء لحلقة جديدة من البرنامج مع الشاعر والكاتب عبد الحميد الدكاتنة. أهلا ومرحبا بك. أهلا بكم. بداية، عندما نتحدث في برنامج المهجرون وعندما نبدأ في البرنامج نتحدث عن البداية وبداية الهجرة. هاجرت منذ عام 1948، لكن يعني هناك بعض التفاصيل التي لابد أن نعرف هذه التفاصيل ونعرف ما هي المعاناة وكم المعاناة التي عاناها عبد الحميد وعائلة عبد الحميد. هذه دائما فعلا ذكرى مؤلمة. أحببت مدن ومناطق عربية لتشابهها مع صفوريا، لأن صفوريا كان بلدة جميلة جدا مليئة بالينابيع. كنت جنب دمشق، أحب الجلوس في الربوة لأنها تذكرني بصفوريا. كان خروجنا في منتصف شهر تموز عام 48، ولا أنسى وأنا ووالدي يمسك بيدي، كنت أقل من السادسة، وهو يقول: وداعا يا صفوريا، أرجو أن نلتقي. وسرنا مشين على الأقدام مع أفراد العائلة إلى متوجهين إلى جنوب لبنان. ولا أنسى ما حييت. أحد أعمامي يوسف رحمه الله كان يفوت قطيعا من الأغنام والأبقار، لأن والدي كان تاجر حبوب وماشية. كنت تذكر أم رويت القصص؟ على الإطلاق أذكر، وعندي وعي كامل. أحفادي ذكروني بشغلات جعلتني أتأكد أنني أقول ما رأيت وليس ما سمعت. فالمهم قال له: يا يوسف أطلق القطيع، لأن له جلبة سوف يظن البعض أو الأعداء أن هناك جيش هنا. وخلال دقائق تبددت ثروة بالحرف الواحد. وعندما وصلنا إلى جنوب لبنان كنا متعبين ومنهكين، ونمنا تحت أشجار الرميش ليلة كاملة. أخي أسد رحمه الله كان والدي قد اشترى له مدفع السن، أساس كانت أخذ السن وتسلل وعاد إلى صفوريا ليجد بيتنا مدمرا. وخلال ذلك أتذكر شيئا آخر، والدي جمع كل الذهب والحلي من أخواتي ومن والدتي ووضعه في حفرة، كلها يومين ونرجع. لحسن الحظ والدتي كان خسرها يوجعها، وكان هناك حزام فيه عصمة لي الذهبية أكثر من 100 قطعة، كان أحد هدايا زواجهما. هذا ربطته على خصرها ليشد خصرها بالحرف الواحد، ولم نتصور أنه سيكون رأس مالنا طوق النجاة عندما وصلنا إلى الخارج. يعني هذه البدايات. يعني كنت تذكر جيدا بالحرف ما الواحد. كان يحدث. وصلت إلى أقول لك ما يؤكد، كتبت هذا الأمر ونشرته. حفيدي الأكبر كان عمره حوالي 2 سنين، طلبت من زوجتي أن كان لم يكونوا يسكنون بعيدا، كانوا قريبا من هنا، أن تحضره لي لأني مشتاق لهم. كان الثلج يتساقط في منتصف الطريق، قال: لا أريد أن أذهب اليوم، أريد أن أرجع إلى البيت لأني بردان وكذا. بعد سنة تقريبا مررنا في نفس المنطقة التي قال فيها ذلك، قال: أبر أكيد أنك زعلت علي أيامها. على ماذا؟ أنني لم أذهب إليك وقررت الرجوع إلى البيت. عمره 2 سنين وفي سن الثالث تتذكر ما حدث وهو في السن الثانية. فالذي يقول الأطفال في سن الرابعة والخامسة لا يتذكرون وإنما فقط يكررون ما يسمعون مخطئ. الأطفال لهم ذاكرة قوية جدا، تأكدت منها من نفسي ومن حفيدي. وصلت بعد جنوب لبنان، كيف وصلت إلى المجر؟ انتقلنا لسوريا لمدة قصيرة، ثم انتقلنا إلى الأردن حيث استقرينا هناك. عائلة التل كانوا أصدقاء للوالد وأجبروه إجبارا على شراء قطعة أرض. عندما تعود إلى الوطن ليست مشكلة، المهم
استقرارك بالأردن يعني ماذا فعلت بالأردن؟ أنت تقطن في إربد. بإربد نهاية الدراسة الابتدائية والثانوية، وبدأت في مرحلة الإعدادية بنشر أشعاري في الصحف، كانت معظمها في القدس طبعا، وكانت هناك أشياء جميلة يتذكرها الإنسان. مدير مدرسة الإربد الثانوية الحازم الذي كان مجرد ظهوره يثير الرعب في أوساط الطلاب، استدعاني ذات مرة من حصة مدرسية، لم أعرف ما هو السبب، دخلت كان في يده جريدة، ثم نظر إلي نظرة إنسان كان دائما متجهما عبوسا، قال أنت كتبت هذا الشعر؟ أحسست بفرحة أنه يقرأ شعري، قال لي كلما كتبت قصيدة سوف تنزل إلى الإذاعة المدرسية وأقدمك وتلقيها. وهكذا تكرر الأمر كلما نشرت قصيدة. قصيدة بماذا كتبت؟ عن فلسطين كانت. عن فلسطين. كله عن فلسطين. يعني بدأت الكتابة في الأردن تحديدا في مدينة إربد، بدأت الكتابة. هناك سؤال يعني الكل يعرف الإجابة ولكن نحتاج أن نسمعها منك، هل تعتقد أن المعاناة والألم الذي يتكبله الفلسطيني اليوم وفي السابق وأثناء الهجرة هو السبب للكتابات أو دافع للكتابة أو دافع لأي نجاح يحققه عند الهجرة الفلسطيني؟ يعني الكتابة كانت سبب في أو الألم كانت سبب في بداية الكتابة؟ هذا أكيد. المعاناة هي التجربة الأكبر في حياة الإنسان عندما تعاني من شيء. أقول لك شيء، عندما كنت بالسفارة الفلسطينية أتذكر كنا دائما نخرج إلى منطقة اسمها بيشغراد هنا، ومرة كنت مستلقيا وشعرت بشعور كأني في صفوريا، نمت قليلا، تبين أنني كنت نائما على شو بدي أقول لك، بقعة كاملة ينبت فيها الزعتر. لا تصدق ذلك، السفارة صاروا يذهبون ليقطفوا الزعتر من هناك ولتجفيفه، موجود زعتر تقريب، لم يأتي الزعتر كنبات وإنما الصفوريا جاءت من رائحة الزعتر. مع رائحة الزعتر أنام على أشتم رائحة الزعتر على جسمي لأنه تبين أني كنت نايم على زعتر هنا في المجر، فدغري تذكر صفوريا، لم أتذكر شيئا آخر، لأنه الرابطة الزعتر والعكوب والكذا هذه تربطك بذكريات الطفولة كلها، مذاق الطفولة. شاعر وكاتب، يعني كنت تكتب الأشعار وتكتب المقالات في بعض الصحف أيضا ومشاركات كبيرة. أحكي لك شغلة لطيفة لحد الآن لن أنساها. نعم. عندما أنهيت الدراسة الثانوية أنهيتها بامتياز تقريبا، كان لي حق في منحة ولكن أعطوني منحة جغرافيا فلم أستفد منها، يعني ماذا أعمل بالجغرافيا، فاشتغلت في البنك الأهلي في عمان حوالي مدة سنة، وفي مرة في إحدى الحفلات كنت موجود فأقدم نفسي لواحد بقول أنت، أنا كنت كاتب مقال في جريدة أردنية عن شعرية ابن زيدون، وأنا استغربت صدر المقال وأنا طالب كنت بعدني بالثانوية بقلم الأستاذ عبد الحميد الدكاكني بطريقة مبرزة جدا، قال لي عندما طبعاً أنه كان صحفي في تلك الجريدة، قال لي إحنا عندما استلمنا المقال مقال جميل ومتين فظننا أنك عمرك 40 أو 50 سنة، ففي أشياء جميلة جدا تظل دائما وكانت حافز معنوي جدا للإنسان. أنا بالواحد بقول أنت قلت على تشبه أسماء فكانت جميلة فعلا، بقول لك يعني من البدايات كنت أكتب كتابة. نعم. وبالبنك الأهلي في عمان كان محمد طوقان كان مدير البنك، كان دائما يخطر ببالي إنسان أنيق يدخل إلى البنك وهو يلبس قفازات بيضاء بطريقة منتهى الأناقة، فمرة استدعاني كنت مجرية الحوادث كان لي قصيدة منشورة فيها، بقول أنت كتبت القصيدة هذه في الحوادث؟ قلت أكيد، أنا ويطردني وأنا أصلا كنت أكره كنت أقوم بعملي على أتم وجه لأنتهي بسرعة، بس كنت أكرهها، أنتظر المنحة التي كنت موعود بها بالمجر. فلن أنسى المرتب كان أيامها 15 دينار، كان مرتب كويس يعني، قال لي اذهب إلى الصندوق، ووجدت 5 دنانير هدية من محمد طوقان. يعني عندما نسمع أن
فلان من الناس أو هذه الشخصية المعينة تقرأ، تلاحظ أن في الأمس كانت القراءة لها اهتمام عكس اليوم. أقول لك بالبنك الأهلي لا، سليمان باشا سكر كان المدير العام، محمد طوق كان المدير، الاثنين سليمان باشا سكر هداني قلم حبر ثمين بهذه يعني حتى بالأيام هذه، فبقول لأنهم مثقفين. عبثا نقول هذا مدير بنك رأس مالي ومش عارف ايش بالأفكار الشبابية وكذا، مثقفين يعني يتذوق ويفتخر بالإنسان، خليه تابع. هذا الجميل كان أيام زمان. يعني يؤلم اليوم إذا نقول أن القراءة لم تعد كالسابق، أو الاهتمام بالقراءة لم تعد كالسابق، أو بالكتب تحديدا. يعني أحكي لك شيء، في صدر لي كتاب في البوسنة، واحد لا يتصور لا أعيش في البوسنة، صديق أديب مثقف، ابن أديب ابن شاعر، وأخوه إخوته أدباء، هذا طلب مني أن أزور سراييفو، وهناك طرحت فكرة ترجمة أشعار عربية إلى اللغة البوسنية لتعقيد العلاقات بين قبل الوصول إلى هنغاريا؟ لا لا لا، هذا الحكي الآن يعني قبل سنوات. بقول لك أنه كيف الصدف تأتي، يعني القديم والجديد، مجرد وجود إنسان مثقف يعطيك دفعة لتعملي. فترجمنا كتابا جميلا، أجمل أشعار سعاد الصباح الشعر العربية الكبيرة، وكتب مقدمته حارث سريديتش، وأنا كتبت دراسة جدا جميلة أيضا مضمنة في الكتاب. فعندما تجدي إنسان مثقف يعطيك دفعة، يعني هذا الحكي التقيت به وأنا في مطلع عمري، يعني بعد أن أنهيت الثانوية، كل الذي أمضيته في عمان سنة كاملة بس، وكان سليمان باشا سكر ومحمد طوقان بالنسبة لي، وكنت عندما استدعياني ظننت أنه انتهت عملي في البنك، سلام عليكم. فتبين أنه إنسان ذواق أديب. لكنك تحن إلى هذه الأيام. طبعاً. تشعر أن هناك كان اهتمام بالقراءة وبالكتابة وبالكثير. الهجرة إلى المجر بدءا من المنحة الدراسية ومساعدة شقيقك لك قصة جميلة وطويلة. دعنا نأخذ فاصل ثم نعود مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود لنتحدث عن الهجرة إلى هنغاريا بدءا من البعثة الدراسية. ابقوا معنا. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام مجدداً من شوارع بودابست لاستكمال الحديث مع الأستاذ عبد الحميد حول الهجرة إلى بودابست. كانت بمشقة وبتعب، ولكن بنفس الوقت كنت سعيد و يعني تريد الوصول إلى هنا. بدأتها بمنحة دراسية وكان أقرب الناس من ساعدك على الوصول إلى هنا. دعنا نتحدث قليلاً عن التفاصيل. التفاصيل كانت فعلا كانت اول رحله قطار لي، اول مره اركب القطار فيها من حلب الى اسطنبول ومن اسطنبول الى بودابست. لكن القطار الذي كان في البدايه لطيفا وكذا وشيء جديد اصبح مملا. عندما وصلنا بلغراد حملت امتعاتي ونزلت منها، قلت سامضي نصف يوم في بلغراد على الاقل استريح وبعدها اكمل. المهم شقيقي أسد رحمه الله كان ينتظرني في يعني حسب موعد القطار الأصلي، وأنا وصلت في موعد آخر. كان عندما ركبت القطار لتوجهني إلى بودابست كانت معي في الكابينة عائلة مجرية لطيفة، تعلمت منهم كلمة مرحبا سيرفوس، كانت هذه الكلمة الوحيدة التي أعرفها من اللغة المجرية. عندما وصلت إلى بودابست ناديت أول سائق تاكسي قائلا له سيرفوس، وسلمته الورقة التي عليها عنوان أخي أسد اللي هي بيت الإذاعة المجرية. هو كسائق تاكسي عرف أن هذا بيت مهم في تلك الأيام،
سفارة صينية إلى من جهة، سفارة نمساوية من جهة أخرى، سفارة فيتنامية، فهذا حي سفارات. وكنت مرتديا ملابسي كاملة في منتهى الأناقة بعد أن استراحت في بلغراد. وصلنا إلى هناك، قرعنا الباب، يظهر أنه البواب كان نائم، كان يوم سبت أتذكر 15/6/1900. أتذكر الرحلة بتفاصيلها، بالتفاصيل. يعني كونك كنت محب وعاشق للوصول إلى هناك. بالضبط. ويظهر صحية البواب وفتح الباب. أسد أخي كان لهم أسماء حركية زي ما تقول في الإذاعة، اسمه جميل، كان جميل قاسم مش أسد محمد قاسم. قال أنت شقيق جميل، حكاها بالمجري. طبعا لم أفهم منها غير كلمة جميل، ولم أفهم ولم تعني لي شيئا. المهم صعدنا، اكتشفت بالآخر هؤلاء حملوا حقائبي، وأخ عربي سوري كان يشتغل في القسم العربي في الإذاعة المجرية رحب في فورا، قال نحن كله في انتظارك، أقول موجود في محطة القطار، ادخل اشرب فنجان قهوة واسترح قليلا إلى أن يصل. وسألته باستغراب وشكرت هؤلاء الناس، لماذا لا يتكلموا؟ قال هؤلاء أعضاء في نادي الصم والبكم المجري، كانت مفاجأة، واليوم يوم سبت وهم شاربين بعض الشيء، يعني كانت الوصول مفاجأة، فعلا مفاجأة. المهم تحدثت مع السيد حبيب والسيدة زوجته، هذا اسمه، وقرع أحدهم الباب، قال أكيد أخوك أسد وصل من المحطة. اختفي بعض الشيء في الغرفة الثانية، ودخل أسد. أعوذ بالله، شيء سيء حدث مع أخي عبد الحميد، أنا كنت السبب، أنا لم أحتمل، لأنه منذ سنوات طويلة لم أراه. وطبعا خالفت الاتفاق وخرجت فورا. أسد وأخذني بالحضن، كان لقاء بعد 10 سنوات من الغياب. كيف أبلغت الأهل بأنك اليوم وصلت إلى هنغاريا؟ نوع السفر الدول الاشتراكية كان وكذا وكذا، فترسل برقية للوالد أنني وصلت إلى بودابست، سوف يسألونها إذا لماذا، كيف وصل ابنك إلى بودابست؟ فوجدنا أفضل حل، رئيس القسم العربي كان اسمه فودر إشتبام، مستشرق رائع جدا، كنا جالسين مع بعض في الإذاعة، قال شو رأيك تقدم نشرة الأخبار بطريقة تكون كبرقية للأهل؟ وحدث فعلا، لأنه سووا لي تجربة صوت، قالوا صوتك إذاعي جميل جدا، وهذا أدى بالآخر إلى نتيجة أخرى. فقمت بتلاوة نشرة الأخبار قائلا: نشرة الأخبار يتلوها عليكم واصل عبد الحميد. بعد أن انتهيت دخل أخي ليقرأ التعليق السياسي اليومي، وقال بعد نشرة الأخبار التي قرأها عليكم الزميل واصل عبد الحميد، وكررها، وتبين أن الأهل سمعوها بنفس اللحظة في إربد. فكانت أجمل برقية. بس في الشيء الطريف، دخلت الاستوديو بعد وصولي للمجر بحوالي 10 ساعات لأتعرف على، قالوا لي أكيد سوف تعمل معنا وكذا، تقدم برامج أدبية، تعرف على الزميلات وكذا. كان هناك 3 فتيات، وكان هناك فتاة جميلة جدا لفتت نظري تحمل باقة ورد. عندما غادرت بعد حوالي 10 دقائق بعد الحديث وسلام وإلى آخره، عندما غادرت وودعتهم قلت أين تلك الفتاة الجميلة مع باقة الورد؟ قال يظهر أنه جيزي أعجبتك. جيزي هي جيزيلا، كانت في دور التدريب لمدة شهر، كانت قد أنهت الدورة في تلك الساعة، وكانت باقة الورد هي باقة الوداع لها. وهذه الإنسانة التقيتها بعد سنة، احتلت قلبي من نظرة، ويظهر أن الشعور كان متبادل، لأنه بعد سنة لما التقينا قالت لي أنت حميد، فكانت استمرت علاقة حب جميلة لمدة 50 سنة إلى أن فارقتني قبل عام ونصف العام. هناك شخصيات أثرت بعبد الحميد، سواء كانت سياسية، سواء كانت روائية أو شعراء أو أي شيء، لكنها أثرت، وقام عبد الحميد بالكتابة عنها أيضا بنفس الوقت، خصص شيء لها في الكتابة. أكثر الشخصيات اللي كانت مؤثرة في عبد الحميد؟ شقيقي كان له تأثير كبير علي في بداية حياتي، سبب بسيط، كشاعر معروف، وكان يعني سياسيين أردنيين وخصوصا رجال الأحزاب مختلفة، محامين، مثقفين إلى آخره، ضيوف عاديين في بيتنا. مكتبة أخي شقيقي أسد كانت كنز بالنسبة لي،
وكنت أقبل على القراءة بشكل خيالي. كتابة هنا في المكتبة هنا في. لا 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 في إربد. في إربد بقيت. هي مكتبة أخي. مكتبة أخي. بس مكتبة في إربد فيها معجم الأدباء ومعجم الكذا والدواوين المتنبي وأبو العلاء المعري. هذا كله طبعاً كنت أقرأه. يعني في المدرسة كانت تسبب لي مشاكل. الأستاذ ثقافته محدودة وعندما أجيب بطريقة فضفاضة وفيها هذه التفاصيل من أين جئت بهذا؟ من كتاب كذا وكذا. يعني هذه الشخصية الأولى في المرتبة الأولى. نأتي إلى الشخصية الأخرى التي يعني تحدثنا بها قبل اللقاء، كنت تتحدث بشغف عن شخصية أثرت بك أيضا وكتبت عنها ومن أعز الأصدقاء. أعرف هو الرائع المرحوم معين بسيسو. نعم. إنسان رائع جدا. تعرفنا بالبداية كانت فقط أقضي معه بعض الوقت بعض السهرات، بالآخر تحولت إلى مشروع أدبي أن نترجم بعض الأشعار منه إلى اللغة المجرية، لأنه شاهد ترجمة دقيقة الجميلة لقصيدتي طيور المنافي في المجموعة الأدبية التي أصدرتها في المجر عربوك العرب. كان له العديد من القصائد الجميلة التي وأرجو أن أتمكن ذات يوم، لأنه جاهزة للطباعة، وهناك عدة كتب جاهزة للطباعة، فقط الظروف المادية التي حالت حتى الآن دون صدورها. ولكن ماذا أقول، يعني استطعت أن أصدر بالبوسنية ديوان شعر للشعر سعاد الصباح لوجود الدعم المادي ومن يوفر التغطية المادية للموضوع. في عدة كتب تحتاج إلى إصدار، أرجو أن أتمكن من توفير المدد المادي الخاص فيها. نعم. الأشعار والكتابات والمقالات أيضا كلها تخص فلسطين، يعني عملت على أن تكون رغم البعد وبعد الجغرافيا وبعد المسافات، لكن بقيت الكتابات متعلقة بفلسطين. لم تخرج عن هذا لا أستطيع أن أخرج من جلدي، في شيء أعتز به اعتزازا كبيرا، لا أتفاخر به، هذه حقيقة معروفة. أنا أول من قدم شعراء المقاومة الفلسطينية إلى الجمهور العربي كان في مجلة اسمها الشباب العربي في القاهرة. أمسكت بدواوين محمود درويش، توفيق زياد، سميح القاسم، سالم جبران، وقدمتها. وعدة كتاب مصريين بارزين بدأوا يعلقون، لأن المجلة كانت منتشرة في العالم كله تقريبا، كانت تصدرها دائرة الاستعلامات في مصر. ماذا تقول لبرنامج المهجرون؟ قد تبدو توقعاتي التي أكتبها في قصائدي مستحيلة. أنا أكتب عن تاريخ فلسطين مر عليها كل فاتحي العالم، مروا على فلسطين وظلوا دائما هامشا على صفحة فلسطين، كانوا ينزاحون وتعود فلسطين كما كانت فلسطين. أستاذ عبد الحميد الدكاكي، شكرا لوجودك معنا، استمتعنا جدا باللقاء معك والحديث عن الهجرة والمعاناة والألم والكتابات والترجمة والشخصيات المؤثرة أيضا بنفس الوقت. أتمنى لك مزيد من التقدم، شكرا لوجودك معنا. شكرا جزيلا. أنا أشكركم، مجرد اهتمامكم بمثل هذه الأمور يدل على أن الفلسطيني نابض وحي ولن يندثر شمال. مشاهدينا الكرام، رغم قساوة الهجرة واللجوء يبقى الفلسطيني محمل بآلامه أينما ذهب. تقبلوا تحياتي، أنا سندس أحمد وفريق العمل من بودابست، دمتم في أمان الله.